قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي جميعا بسم الله كده ونتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي بسم الله جميعا كده ونتوكل على الله مع بعض مع مسيرة التدريبات البلاغية. وبرضو أؤكد أن هذه التدريبات البلاغية صالحة للمرحلة الثانوية أولى وثانية وثالثة. يعني طالب سنة أولى وبيحلها يبقى مطمئن جدا أنها هتتكرر نفس الأسئلة معاه في ثانية وثالثة، وثانية وثالثة هم بيراجعوا. قال أحمد شوقي، اسمع بقى كده واقرا الابيات على مهلك عشان تفهمها، ولو في عنوان للابيات فوق اقراه. ساعات يقول لك قال شوقي في مدينتي، قال شوقي في حب مصر، ساعات يقول كده، فخلي بالك انه بيبقى ساعات مفتاح للشرح، لكن هو بيقول لك قال احمد شوقي. الناس غاد في الشقاء ورائحه، يشقى له الرحماء وهو الهامي، ومنعم لم يلقى الا لذة في طيها شجن من الأشجان. فاصبر على نعم الحياة وبؤسها، نعم الحياة وبؤسها سيان أو سيان. فاصبر على نعم الحياة وبؤسها، نعم الحياة وبؤسها سيان. سيان يعني شكل بعض. وضح الفكرة التي تدور حولها الأبيات، إن نعم الحياة وشقاؤها إيه؟ سيان. عايز يقول ايه؟ ان الانسان سيعيش في هذه الحياه يجد شقاء ويجد نعيما حتى يتساويا. اذن الفكره الرئيسيه في هذه الابيات هي تساوي شقاء الحياه ونعمها، لان الله قد كتب على الانسان كميه من الشقاء تساوي كميه من النعيم. يبتلي بالاثنين نبلوكم بالخير والشر ايه فتنة. دي معنى الابيات. ما تزعلش على الحياه، حتى في القران يا اولاد فيما يؤيد هذا المعنى، حتى لا تفرحوا فيما اتاكم ولا تاسوا على ما فات. يعني الانسان المتوازن كل ما بيكبر ويبقى عنده خبره في الحياه لا بيفرح بحاجه جايه ولا بيزعل على حاجه فاتت، بيبقى همه عمله وهيقابل ربنا ازاي. حكمه يعني. استخرج من الأبيات محسنا بديعيا وبين قيمته الفنية. أذكرك طبعا، أذكرك محسن البديعي طباق جناس سجع تورية، حاجة اسمها تورية انت ما خدتهاش لسه او خدتها، مراعاة نظير، التفات اسمها ليه، تمانية هم. تاني المحسنات البديعية كام؟ تمانية. نقسمهم طريقة منظمة عشان الكلام اللي بتقوله ده عشوائي شوي. محسنات معنوية ومحسنات لفظية. المحسنات المعنوية طباق تورية مراعاة نظير التفات، حتى لو ما تعرفهمش خالص خد فكرة عنهم بس. اسمها محسنات يا بنتي معنوية، طباق تورية مراعاة نظير التفات. وفي محسنات لفظية. اللفظية بقى جناس سجع تصريع حسن تقسيم أو ما يعرف بالازدواج. لو قلت لك طلع محسن بديعي يبقى حاجه من الثمانيه براحتك. لو قلت لك طلع محسن معنوي يبقى حاجه من الاربعه اللي قلت لك عليهم اللي اولهم الطباق. لو قلت لك طلع محسن لفظي يبقى حاجه من الاربعه اللي اولهم الجناز دول. فهمت؟ مراعاه النظير. قلت لك خدهم معنوين وبعد كده يعني ما الاقيهم هفصلهم لك يعني. طب ما هنا الناس غاد في الشقاء ورائح. ما هي غاد عكس رائح. غاد راجع او رائح ذاهب، مش كده؟ طب ما هو عندك نعمه وبؤس، صح؟ النعمه والبؤس بينهم طباق، يبقى كده طلعنا محسن معنوي اهو اللي هو الطباق، وطلع محسن بديعي براحتك. وطبعا الطباق دايما زي ما انت عارف من الاعداد اللي هو ايه؟ يؤكد المعنى ويوضحه. صوره بيانيه. لما يقول لي عايز صوره بيانيه يبقى احتمال من اربعه. صورة بيانية يعني استعارة، يعني تشبيه الأول، استعارة، كناية، مجاز مرسل. دول الأربعة اسمهم صورة إيه يا شباب؟ صورة بيانية.
يعني لما قال مثلا في طيها، خلي بالك لما قال بص كده ومنعم لم يلقى إلا لذة في طيها، هي اللذة لها داخل، ما طي يعني ايه طي الشيء داخله، استعرفك ليه؟ يبقى عمل ايه؟ شبه، بص كده، شبه اللذة بشيء مادي له طي، يعني له داخل يعني. طب ما هي كلمة لذة موجودة اللي هي واحد صح، وكلمة شيء مادي اللي هي اتنين محذوف، لما بحذف اتنين اللي هو المشبه به بسميها استعارة ايه؟ فاكرين مكنية. افكرك معلش نفتكر سوا في البلاغة، لو كل أركان التشبيه الأربعة ذكرت يبقى اسمه تشبيه مفصل، لو ثلاث أركان فقط يبقى اسمه مجمل، لو اثنين اسمه بليغ، لو اثنين واثنين يعني اثنين مشبه واثنين مشبه به تمثيلي، طب لو جملتان بينهما علاقة خفية، طب لو واحد محذوفة، طب لو اثنين محذوفة، الله ينور عليك صح كده؟ طيب اللهم صل على محمد. أكمل، بص هنا بقى سر جمال الاستعاره، طبعا تشخيص المعنى او تقسيمه في صوره حسيه توضح، هنا تقسيم طبعا، يعني شبه اللذة بشيء مادي. لما قال بقى اكمل لم يلقى الا لذه، ده اسلوب قصر، لان اجتماع النفي والاستثناء بيعطي اسلوب قصر. طب بيفيد ايه هذا الاسلوب؟ غرضه التخصيص والتوكيد. ايوه برافو عليكم صح كده، التخصيص والتوكيد. اخيرا حول الله على السؤال ده بقى، الله على السؤال ده هتتعلم حاجه جديده، حول الأسلوب الإنشائي في البيت الثالث إلى أسلوب خبر. نعمل دي بعين. الأول معلش تعالى كده، زي ما احنا عرفنا إيه المحسنات نتكلم عن الأساليب. الأساليب في اللغة العربية عندنا ثلاث أنواع، يا إما إنشائي، يا إما خبري لفظا إنشائي معنى، يا إما خبر. إنشائي يعني حاجة من خمسة، يعني أمر أو نهي أو استفهام أو نداء أو تمني. لو لقيت حاجة من الخمسة يبقى اسمه إيه؟ اسلوب إنشائي. طب إيه الخبر اللفظ الإنشائي معنى؟ اللي هو دعاء ما فيهوش حاجة من الخمسة. دعاء، اسمعني فهمني الكلام بسيط بس هيوفر عليك كلام كتير. دعاء ما فيهوش حاجة من الخمسة. يا ما أقول مثلا يا رب أدخلني الجنة، ده دعاء في حاجة من الخمسة. ده في حاجتين كمان، يا رب نداء وأدخلني أمر، يبقى ده دعاء عادي إنشائي. لكن لما اقول نجحك الله ده دعاء صح؟ هل في حاجه من الخمسه؟ يبقى اسمه خبر لفظا انشائي معنى. يبقى لو دعاء في حاجه من الخمسه بنسميه انشائي عادي، اذا تم الدعاء بغير الخمسه بنسميه ايه يا شباب؟ ده سؤال امتحانات. خبر لفظا. هو ليه غرض واحد الدعاء بس؟ جزاك ربك خيرا، جزاك ربك خيرا، انا بدعي لك كده بس في حاجه من الخمسه؟ جزاك ده فعل ماضي مش فعل امر مش كده؟ يبقى طالما كده يبقى اسمه ايه؟ ها، خبر لفظا انشائي معنى. طب افرض ما فيهوش حاجه من السته، يبقى خبري. يعني ايه ما فيهوش حاجه من السته؟ لا في امر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني ولا في دعاء، يبقى اسمه يبقى اسلوب ايه كده؟ خبري. يعني لما اقول الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق، الام مدرسه دي جملة لا فيها أمر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني ولا دعاء، طالما ما فيهاش حاجة من الستة يبقى اسمه إيه؟ خبري. طريقة الأرقام دي تحسم الإجابة معاك عشان الطلاب، تعال شوف صحح معايا وشوف كمية اللبخ والأخطاء في الخلط بين الأساليب. يبقى عرفنا أنواع الأساليب ثلاثة صح كده؟ طيب جايب لي سؤال دلوقتي لأثار النقطة دي، بيقول لي حول الأسلوب من إنشاء الخبري، أعمل إيه؟ كل أسلوب إنشائي بلاغي له غرض. يعني لما بيقول لنا هنا فاصبر، فاصبر على بؤس الحياة، فاصبر على نعم الحياة وبؤسها، ما غرضه؟ أمر. غرضه النصح مش كده؟ تقوم شو غرضه النصح؟ تقوم جايب كلمة النصح في صورة فعل مضارع وتقوم كتب الجملة، يعني تشيل اصبر وتحط الايه؟ أنصحك بالصبر، بالصبر على نعم الحياة وشقائها. ما اقول ايه مثلا اليس ربك حكيما، انا قصدي انك تقول ايوه نعم بلى، يعني مش كده تقر، يعني يبقى غرض اليس ربك حكيما ايه؟ اقرر او اؤكد ان ربي ايه؟ ان ربي حكيم. فهمنا ان ربي حكيم، فهمنا يا شباب؟ يبقى عرفنا يعني ايه نحول الانشاء الايه يا شباب؟ ها، لخبري اهو. يبقى اقول له اصبر على نعم الحياه، انصحك اوصيك، على فكره مش شرط انصح
أن تصبر على نعم الحياة وإيه وبؤسها.